براند هن للميك اب كمان كتير قصص صغير وحيوزع جيفت وبدكن تشوفوني ما بدكن تشوفوني يا الله بتشبع حدا كتير على الفيسبوك بيعطي نصايح للبنات وهيك وانا بحبها كتير واستفادت كتير منها. قلت لها انا والله قلت لها اي بقولوا لي كتير هيك ما قلت لها ماذا قلت لي يا الله زعلاني ما عم لاقيها ما بقى عم بتنزل شيء ما عم بعرف شو اسمها ما عم لاقيها بعد انا هيك ما حكيت شو صرت اضحك تساعدينا شوي رين بليز لنفرجيهم لا ما تلبسي ثانك يو لوكس نايس حلو لاجينج للسبور شكله ضيق عليك والله مش عارفه شو قصدي كان انا بقرا تعالى بتقعد هون ولا هون شو عم تتسقفي يعني هلا على حظي يلا يا حرام تعالى بتقعد هون قولينا نزيلي احكي لاسمك عن جد؟ ليه؟ بتدفع شو ببلاش بعملك دعايه؟ يلا بشرفي شو بشرفي؟ شو ليه ما اجاني؟ لانه 100,000 بس سوري 100,000 مش معجبيني عندك مليون انت يعني اوكي 100,000 يلا مش معجبين ال 100,000 كان عندها 3 4 شوفي نفسي كان عندي 15 ايفن اختي مصلح جي بتقولي ما بصورك اذا بتعملي لي دعايه تخيلوا شو عمري انا اللي بحبه يا عمري تخيلوا على كل صورة بتقلع تسيني 100 دولار يلا قومي قبضيني كل صورة أنا أريد بنزلها على الانستغرام دفع حقها لأن يلا شو الفوتوغراف أحسن مني طلع فوتوغراف أحسن مني يعني بيقشتك المصاري يعني أنا بقشتك جوع الشهرة وما يقالون الحمد لله ما عندي رفقة ما عندي حدا حوالي لأنه كل العالم اللي حوالي بدهم يكونوا حوالي كرمال الشهرة سكتي قولي انا اختي ايفن انت ايفن يو انا زعلانة مقهورة ما عندي حدا بحبني ولا حدا ما بيعرف قيمتي كل شي عني انه انا ما بحب التبويس انا عم فكر اترك الشغل واشتغل مع يومي الصبح بروح اتصورها شوفوا كل الصور اللي عندها على الانستغرام انا مصورتها يوم على فكره على كل صوره 100 دولار
وهلا عندها اوبننج، اخذتها انا كمان لصورها 100 دولار تانية. ما في خلص كله مصاري وهي معه مصاري. يعني اذا قلتي يعني اذا كل يوم 100 أو 200 دولار، يعني انت اخر الشهر 6000 دولار، انت قاعده بالبيت وما بتعملي شيء وبس بتصوريني. تقبلي يا عمري انت باللي عم بيصير؟ اخت عم تستغلني. كل شيء عملوا شيء بزنس، هيدا شغل. شو بزنس؟ شغل عم صورك وبنزل وبطلع بنام بالارض عم صورك. صاروا ميتين اكتر، صاروا ميتين اكتر من شخص بالعراق. انا صراحة كتير زعلت لانه انا اليوم هلأ بعد ما كنت مخلصة ماي كالز، انا مستغرب من عالم انه كيف قلن قلب وكيف عنده الرحمة يقتلوا شخص ما ازيهم. شو هالضمير اللي عليهم ما بعرف، مع انه اهل الشعب العراقي شعب طيب وشعب هيك ما بيأذي. سو مستغربة من هيدا الموضوع، بس ما بعرف انه منيحة يومي، منيحة 24 ساعة مصورة. مين عم بيسوق فينا؟ انا مين عني بعدي، لمين بدي اقول من هواي، من حب المهدي. انا في شاب حد وقت مهدي انا شو انا عزا ورسناب، يعني تعال باخد صورة شو بعمل كيف الحياة الزوجية؟ شو بتنصح كل شاب أعزب تنصحهم بالحياة الزوجية أو لا؟ أنه أكيد كل واحد لازم يتجوز. أنت شو بتنصح؟ شو بتعطيه النصيحة للشباب العزبية؟ يتجوزوا بسرعة. ليه؟ شو السبب؟ يا عمي أنا مبسوط معي يا عمي. يا أحلى من وندو مازرين، شو بتنصحي البنات اللي بعدهم سنجل؟ انا بنصحكم شو بدكم بهالشغله، لانه ما بنصحهم انا ابدا، لانه كله بيتغير مع الوقت. هلا حببني بعدين ببطل يحبني. كيف يعني حبك بعدين ما تبطل؟ شو رايك بهيدا الموضوع مستر محمود؟ كله بيروح كل شيء بيروح، انه كل يوم عم بيعمل لك ترويق بجنن. بداية هلا شو بدنا مجوزين، بس ما صار لكم سنتين مع بعض ما تغير. ما بعرف كم محمود اكسبسيون على ذلك. يا عمري انا يا عمري ما
في امان بالمره يا جماعه. انا ما في، انا صراحه I'm looking for a bodyguard لحتى عنده جسم حلو وقوي وما بدي شاب. شوفوا انا بالسياره شو عندي. اكيد بدي اشكر سهري اللي بخاف علي ودايما هو الحمايه تبعي. شوفوا يا عمري شو جاب لي. شوف شوفوا قال لي وين حطيه. ما مبين هلا حط هيدا دايما معي بالسياره ان كيس صار مسارتي طق بمخه. هيدا دايما معي بالسياره ان كيس صار مسارتي طق بمخه. هيدا دايما معي بالسياره. نعمل شوبينج للبيت. ما في شيء طري. مين في هون؟ ما في قشطة؟ ليش ما في مستوى؟ خبركم شي عني انه انا كتير بحب الفواكه. يعني ما في يقطع نهار اذا ما اكلت فروت. والفروت كتير مهمة للجسم وللبشرة ولكل شي. انا يعني اذا ما في فواكه بموت. ما بعرف اذا خبرتكم او لا، في واحد شحاد اجى عم يشحد عندي بالمحل. قال لي بدي قص شعره وهيك. قلت له خلص يلا قص له شعره. قص شعره وكل شيء. قلت له جوعان؟ قال لي جوعان. قلت له اطلبوا له رودستر. جبت له برجر واهتميت فيه ويقول لي الله يوفقك وانا مريض ما بعرف شو. فجاه هلا عم شوف على السوشيال ميديا انه طلع كذاب ومصاب. وكل ما يشوف حدا بيقعد بيبكي. وكل ما يشوف فنانه بيقعد بيعمل حاله وبحبها وبيبكي وما بعرف شو. وانا مثل الهبله استلمني. قلت له تعال كل شهر قص شعرك. شوف عايش حياته احلى منه وينكم. لا قعد يضحك علي بالمحل. قعد ليك عم بيقرقل كمان. طلع نصاب. طلع كذاب. وانا قلبي الطيب. شوف منزل صور على الفيسبوك اكثر ما انا منزل صور. لا لا بضلوا مسافر. لا 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 لا, لا.